العزيز، دام انك ذكرت موضوع تقريبا هم عددهم 6 أو 7 اللي مرددين الخطاب واعلنوا خوضهم الانتخابات، نعم يمكن هي ما تكون واضحة عندك من الناحية القانونية بشكل واضح، بس احنا بنعرف يعني في قانون الانتخاب موجود كل من اعتقد اساء للذات الاميرية نعم لا يحق له المشاركة في الانتخابات، نعم وهذا في قانون الانتخاب نفسه، نعم يعني ما ينفع معاه انك تجيب رد اعتبار. يعني ما لم يكن رد إليه اعتباره، يعني بغض النظر رد الاعتبار يلغي الأثر أو ما يلغي الأثر هذا يناقش لاحقا، لكن الحين مو هذه النقطة. النقطة وين؟ النقطة هذا القانون يطبق بأثر رجعي. بأثر رجعي. نعم، يعني هو الجرائم اللي الإدانة هي سابقة لهذا القانون، والسيد رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم طلع في المجلس وهو كان يدير الجلسة وهو مطلع على يعني تفاصيل القانون، وقال هذا القانون لن يطبق بأثر رجعي. وصار العكس. ده هو ما صار العكس، هو الآن الموضوع سلطة تقديرية بيد وزارة الداخلية، نعم، واحنا نتوقع في ظل وجود هذا النهج الجديد أن لا تلجأ وزارة الداخلية للتفسير المتعسف بأن من أخذ حكم سابق لإصدار هذا القانون هو شنو، يعني شنو فلسفة عدم رجعية القوانين خاصة الجزائية؟ هي الفكرة أن أنت لما ترتكب فعل معين تكون واعي بالعقوبات المترتبة عليه. نعم. ما يصير أنا عقب ما أرتكب فعل تروح تضيف علي عقوبة إضافية، هذا يعني شيء ما يدخل المنطق ويتنافى مع العدالة. فاليوم الجرائم الخاصة بترديد الخطاب كلها كانت سابقة لقانون المسيء، وأنا أعتقد هذا قانون المسيء يجب أن يتم التعامل معه في بداية جلسات المجلس القادم، لأنه فعليا قاعد يسبب إشكال في تفسير بعض النصوص غيره يحرم مدى الحياة. يعني اليوم في هذه الفقرة يحرم مدى الحياة، يعني حتى لو يرد الاعتبار محروم. هو ما في نص يقول ما لم يرد إليه اعتبار، ما النص مو موجود، النص مو موجود، فهذه أصلا إشكالية. الإشكالية الثانية أن في توسع في القضاء في مفهوم الإساءة للذات الأميرية، يعني هي القضايا مو كلها، يعني أنت لو تفلترها في الجانب هي قضائيا تسمى إساءة للذات الأميرية أو العيب في الذات الأميرية، لكن لما أنت تفسرها في واحدة تقول هي قابلة للنقاش، هي يعني قد يستحق إدانة عليها لكن ما تحرمها من نزول الانتخاب أو غيره. نعم. لازم ندخل في تفاصيل القضايا ومعرفتها وأشكالها، لأن القضايا في المحاكم لها مسميات قضائية تختلف عن الوزن السياسي في التقدير والاعتبار. يعني هي لحد الحين الصورة مو واضحة بالنسبة للي رددوا الخطاب، ويمكن عددهم تقريبا اليوم 6، يمكن أعتقد 1 في الدائرة أو 2 في الدائرة الرابعة، ويمكن 2 في الدائرة الخامسة، وأعتقد الدائرة الثالثة ما أدري إذا فيها أحد أو لا، لكن يعني العدد تقريبا التوتال يمكن عددهم 6، وكلهم يترقبون يعني اللجنة المشكلة لمراجعة أسماء. هي حتى اللجنة المشكلة هو بالنهاية الموضوع راح يروح للقضاء، يعني إذا شطبتهم اللجنة، وإن كنا ما نتمنى أن يتم شطبهم من قبل اللجنة، لأن مثل ما قلنا هذه أحكام كلها أفعال سابقة للقانون اللي أقر في مجلس 2013، وهذا كله ممكن يعالج في الفترة القادمة. فاحنا نتكلم كجانب قانوني، الموضوع يعني يخضع لسلطة تقديرية، نتمنى أن يكون بداية التعاون مع الحكومة. وأنا يعني أيضا في رسالة يمكن طرحها بعض النواب، احنا اليوم قاعد نسكر ملفات مرحلة سابقة، وهذه الملفات يجب أن تطوى بكاملها، واحد منها هذا الملف. وما اعتقد مسلم البراك طالب بان تحل هذه القضيه في اول جلسه لمجلس الامه المقبل، اللي هو قانون المسيء تحديدا. نعم، قانون المسيء او حتى يعني بعض قوانين رد الاعتبار لازم يصير عليها نقاش،
حتى يعني يتم التعامل معها بشكل يعني إذن إذن عبد العزيز، الحكومة حاليا ما تقدر تقوم بإجراء معين تجاه هذا القانون القائم في هذه الفترة، لا هو الحكومة يعني ما تملك إلا تطبيقه. تقدر، لا الحكومة الآن تقدر تعتبر تطبيقه لا يسري بأثر رجعي، هذه سلطة تقديرية، وهذا رأي الفتوى والتشريع مكتوبا. مكتوبا؟ نعم، الفتوى والتشريع يعني كتبت رد. نعم، ان هذا القانون لا يسري بأثر رجعي. نعم، كتبت رد في قبل انتخابات 2016 بأن هذا القانون لا يسري بأثر رجعي ويطبق على الأثر اللاحق. فالآن وزارة الداخلية عندها هذا الرأي القانوني الواضح من الفتوى والتشريع اللي هو محامي الدولة، وأيضا بما يحقق الاستقرار والمصلحة السياسية والعدالة المنشودة. إذا رأي مرزوق الغانم اللي قاله في يومها كان صحيح 100% أنه لا يطبق بأثر رجعي. نعم، وتوافق مع رأي الفتوى والتشريع. نعم، لكن المسألة في التطبيق، النواب اللي قدموا القانون كل غالبهم قال لا يطبق بأثر رجعي، وأصلا السيد مرزوق الغانم طلع على التلفزيون قال الآن شفتوا أنه ما تطبق بأثر رجعي، ذكر هذا في مقابلة له في على تلفزيون الرأي. صحيح. وأيضا النقطة الثانية، رأي الفتوى والتشريع واضح وصريح، والمنطق والمصلحة السياسية وغيرها كلها مجتمعة في عدم تطبيق القانون بأثر رجعي. زين، الحديث أن قانون الانتخاب مذكور فيه أن كل من يسيء للذات الأميرية لا يحق له المشاركة في الانتخابات، مذكور فيه. صحيح. بس ما ذكر أنه بأثر رجعي أو ما بأثر يطبق بأثر رجعي، يعني هو ذكر هالشيء هذا في قانون الانتخاب نفسه. نعم، ذكر هذا القانون. فاليوم أي واحد أجرم بهذه الجريمة من بعد إقرار القانون، ما أنظر يعني هم في قانون الانتخاب يمكن ما ينظرون لتاريخ إقرار القانون، هذا في جرم. لا، ما في قانون يطبق بأثر رجعي. الحكم كان في إدانة على الشخص نفسه، يعني شخص مدان، تم إدانته بعدم النطق مثلا بالعقاب وغرامة كذا. هذه كانت العقوبات المتاحة وقت ما قام بالجرم، أن تضاف له عقوبة لاحقة بالحرمان من المشاركة في انتخابات مجلس الأمة أمر لا يجوز. لا يجوز أن تضاف عقوبة لاحقة على شخص في مقابل بدون أن يعلم عنها أثناء ارتكابه للفعل المجرم. فبالتالي المفترض من وزارة الداخلية أن تذهب لهذا التفسير وتعاقب بالشط كل من ارتكب. احنا اليوم نختلف مع هذا القانون، نطالب بتعديله، ولكن طالما هو قانون هو واجب النفاذ، واجب النفاذ على كل من ارتكب جرم العيب بالذات الأميرية بعد صدور هذا القانون وليس قبله. هم يرجعون القانون الانتخاب انها موضوع فيها الجملة هذه. نعم، يعني هذا اللي تسميه. لكن هذا الموضوع ابو عبد الرحمن يمكن في حلقة بكرة نحاول نناقشه بشكل مستفيض مع مختصين، سواء خبراء دستوريين او حتى من المسؤولين من وزارة الداخلية، ممكن نستضيف احد فيهم او ممكن حتى ناخذهم باتصال هاتفي، لانه صاير لبس كثير عند المواطنين. والمرة الانتخابات الماضية تم شطب اكثر من مرشح لذات السبب، وقد يستمر هذا الامر في هذه الانتخابات. بالنهاية ترى وزارة الداخلية، أنا ما أعتقد أنها إيه هي الجهة المسؤولة، بالنهاية الجهة المسؤولة الفيصل في هذا الموضوع القضاء. لا، هي الجهة المسؤولة، ويحق للمتضرر اللجوء للقضاء. يعني هو اليوم لو وزارة الداخلية ما تشطبني أنا ما راح أروح المحكمة، فخلاص ينتهي الموضوع. فهي وزارة الداخلية بيدها أن تنزع هذا الفتيل. تنزع هذا الفتيل. تنزع هذا الفتيل بعدم شطب المرشحين بأثر رجعي. أبو عبد العزيز، أنا شاكر لك، لكن هذا الموضوع بإذن الله إن شاء الله في حلقات مقبلة راح نناقشه بشكل مستفيض، وبكرة إن شاء الله راح نكمل على بقية مرشحين الدائرة الخامسة وأيضا قضايا انتخابية أخرى. ألف شكر لك أبو عبد العزيز على وجودك معنا. أعزائي المشاهدين، أيضا أنتم شكرا لكم على